اسمح لقاطعك استاذ، هذه البكك شلون نزيلهم؟ اراده كرديه لو اراده يعني اتحاديه؟ بصراحه اسال على ابو تركيا، لا ابو حتى خلف تركيا، هم ما اريد اروح بعد تركيا، مليت من روح تركيا، وهم يشيلون قلبك الله يطوق فيزا. وزين يعني ليش عامل حزب العمال على انه منظمه ارهابيه؟ على اي اساس؟ اولا منظمه البكك هي تطالب بحق الشعب الكردي في تركيا، اذا هي مو منظمه ارهابيه، هي ما تشتغل على مستوى العالم، هي مو داعش، هي مو منظمه كونيه. لو كانت منظمه كونيه ولديها ايديولوجيه دينيه او عقائديه مثل داعش والقاعده وتهدد المصالح الغربيه والشرقيه والاتجاهات الاربع، كان ممكن ان يجتمع عليها العالم. ولكن الذين يؤيدون فكره انه البكك تنظيم ارهابي هم يفعلون ذلك اولا لارضاء تركيا واستدامه. لا استاذ هادي، استاذ هادي، انا احد الناس اللي ارفض دخول او تدخل بالشؤون الخارجيه، مثل ما اريد تركيا تتجاوز عليها، ولا اريد امريكا ولا ايران ولا الكويت ولا الخليج ايضا. لا يكون بلد المقابل التدخل في الاخرين. استاذ غالب، بكل جبروت صدام حسين ما قدر يمنع البكك من ان تكون موجوده داخل الاراضي العراقيه، مو برر لحكومه تركوت اوزال وحكومه تونسو شيلر والحكومات اللي تعاقبت في تركيا على ضرب الاراضي العراقيه. سيادتك تنتهك، يعني ضرب بالتالي اولوياتك شلون راح ترتبها؟ نعم، سيادتك تنتهك، ترتيب اولوياتك شلون راح ترتبها؟ انت ما عندك سياده ولا عندك ترتيب اولويات استاذ، انت ما عندك نظام حكم مستقر وحقيقي واضح، انت ما عندك، انت النظام، انت شوف التبادل التجاري مع تركيا ايش قد، شوف التبادل التجاري مع كل الجوار ايش قد، التبادل التجاري مثل عجز بالنسبه لك، انت سوق فقط لا اكثر ولا اقل، انت عباره عن شورجه لتركيا. طيب قمصان وقنادر وبنطرونات وحزم تركيا تجي هنا بالمولات وبالاسواق، هاي المولات كلها تجهز من شركات. خلينا نحصر الحوار في موضوعة المجزره اليوم اللي صارت.